صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط البراء من الكفار؟ وهل هناك فرق بين المداراة والمداهنة؟ ضابط الولاء من الكفار واضح، إذا كانوا كفارا معادين لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين فهؤلاء يتبرأ منهم، العبرة بما هم عليه وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وحكمهم. بقية السؤال. يقول أحسن الله إليك: وهل هناك فرق بين المداهنة والمداراة؟ أي في فرق. المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار، تنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار، هذه هي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أفبهذا الحديث أنتم القرآن يعني أنتم مدهنون؟ لا تجوز المداهنة. أما المداراة تجوز عند الضرورة، دفع شرهم إذا لم يندفع إلا في إظهار شيء من إعطائهم الدنيا، تجعل الدنيا وقاية للدين، هذه هي المداهنة. أما أن تجعل الدين وقاية للدنيا هذه هي المداهنة. نعم.